5 4 3 2 1من هذا الفتى؟ أحلامه تسابق الريح. من هذا الفتى؟ صاحب الحلم العربي. تسلق المجد من أوسع أبواب هوليود ليشاطر نجومها حوارات بنكهة الطموح وعنفوان الشباب. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. يرسم ملامح أحلامه بألوان الفقراء تارة وألوان الترف تارة أخرى. هذا الفتى البابلي العراقي الوسيم علي كريم الياسري شرب من كأس آلهة الجمال عشتار ليكون الصوت والصدى على منابر المجد والشهرة في عالم هوليود، ليكون نجماً ساطعاً تحاوره كبريات الشبكات الإعلامية. توسد قباب الحضارات حاصداً من كل بحر لؤلؤة، ركب بحر الأمواج المتلاطمة مطلقاً لشراعها العنان، متحدياً كل الصعاب، وطارد حلماً كان يبدو كالسراب، لكنه روض أحلام المستحيل. مشى طريقاً معبداً بالماء والخضراء والصحراء والوجه الحسن أحياناً، وملبداً بسماء غيومها كبحر هائج أو بألوان قوس قزح. علي كريم الياسري طاف المطارات عبر جو بلون الثلج، وظل ينظر إلى الضفة الأخرى. في كل زاوية كان يفتش عن بقعة ضوء ويطل من نافذة المستقبل بحثاً عن حلم يشبه أرض الرافدين فيه من طيبة دجلة ورائحة الفرات العذبة. لعلي في كل محطة استراحة محارب ليفتح صفحة جديدة بعنوان جديد على طريق الحرية والحقيقة في أرض الأحلام أمريكا. كواثق الخطوة يمشي ملكاً، كقوس قزح لا يكتفي باللون الواحد، ينشر الفرح على كل من حوله. يحضن أهدافه بين ذراعيه، حلم تحقق هنا ويسعى نحو أهداف أخرى وكبرى. فتى من بلاد ما بين النهرين، كفارس مغوار من ذلك الزمن الجميل، عاشق للجمال والكمال وباحث عن المنال. يتأمل خطواته بنظرة ثاقبة ويفكر بخيوط لعبة الحياة، حلم وتحدى وانتصر.